بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بعد هطول الثلج، طبعا اليوم الجو مشمس، يعني الثلوج تقريبا 3 ايام استمرت، وبعدها اشوف هذا بالشارع ثلج. والجو اليوم حاليا مشمس في محافظة سامسون. اليوم راح اصور لكم محل لبيع المفروشات، يشتغل به شخص عراقي بسام خوش ولد، والاسعار مالته نفس الاسعار اللي موجودة بالمجدية، يعني اسعارها رخيصة. هذا سوق السبت مقابل الجسر، ومحل ابو عبد الله ابو الموبايلات. هذا مطعم عيون بغداد، هذا مطعم عيون بغداد، تجي بالشارع الرئيسي. هذا الشارع الرئيسي، شوف هسه السيارات اللي تروح اللي يجي من هناك على تشفلك وهذا سوق السبت. المحل اسمه أوزلام وجوك هالك بازاري، أوزلام وجوك هالك بازاري. هذا المحل يبيع الطيور، يعني الكناري على بلاب الحب، مقابلة او بصفة هو مقابل المفروشات اكونا، محل تصليح الموبايلات وصيانة الموبايلات وموبايلات من يبيع المستعملة الجديدة ابو علاء السوري. هسه هذا الشارع وهذا هو المحل، هذا هو المحل. يعني قبل ما توصل تشفلك، قبل ما توصل تشفلك طبعا يبيع مثل هنا عندكم خاوليات، شوفوا الكاتب خاولي باعوا، انتبهوا، خاولي 5 ليرة، نوعيات من الخاوليات على 5 ليرة. هنا مناشف 10 ليرة، اغلفة للكراسي طبعا مخدات، اكو مخدات تطلع ب20 ليرة، اكو مخدات تطلع ب15 ليرة. هذا اللحاف، هاي ب20 ليرة، نوعية من الدواسات اعتقد، وجوه مخاديد، شوف وجوه المخاديد الطريقة، وجوه مخاديد 4 قطع ب16 ليرة، 4 قطع ب16 ليرة. هنا تغليف الدواشق، يعني شرشف مال دوشك تلبيس، يجي ويا وجه مخدة. ها نوعية مخاديد، بطانيات طبعا الاسعار مالته كلش مناسبة. هاي البرنص اللي يسبح من الحمام يطلع، بضاعة كلها جديدة، يعني ما بيها بضاعة مستعملة. هذا الكارت مالتهم، شوفوا هذا الكارت مالتهم، خط الواتساب ما يشتغل طبعا على الرقم الثاني الاول واحد اللي هو 0552 اللي بالبداية، هو هذا البي واتساب، اما الواتساب الثاني ما يشتغل. واتسابي فهمتم انا، ان شاء الله اسوي لكم بالصورة الرقم مالتهم الخاص بهم. مكان قريب على سوق السبت وقريب على الشفلك، والاسعار مالته نفس الاسعار اللي بالمجيدية طبعا، حتى بردات يبيع هاي الشغلات الخاصة بالمطابخ، صدرية المطبخ، والاسعار كلش مناسبة. هسه اشوفكم تشوفلك وين صار، كلش قريب عليها متندلوه. هذا مثل ما قلت لكم انه مطعم عيون بغداد اللي انا مصوره سابقا. من تجي من مطعم عيون بغداد تظل تمشي، يعني خليني اقول توصل انت على يسارك يصير من تمشي من هناك. وهذا تشوفلك هسه راح اوصل لتشوفلك. هنا طبعا دفع فواتير وانترنت.
هذا تشوف لك اللي شركة ترك تيليكوم، هاي الفرع مال شركة ترك تيليكوم بين الركن، هذا المقابيلي ركن تدخل بيه يصير المحل على يمينك. من تجي تدخل هذا تشوف لك أنا مصور تشوف لك أكثر من مرة. المكان ما يتهيه، المكان كلش قريب. وطبعا اكو فيديو انا مصوره بالمطار اللي شفته، صوت الهواء كلش كان عالي، ما قدرت يعني ما يتعالج بعده، من ينشر ما يتعالج، هذا القصد يعني. ان شاء الله راح اذكركم بعض الملاحظات اللي كانت بي، انه اكو فد معلومه انه المسافر اللي يجي يدخل تركيا يقدر يمشي على اساس بحظر التجوال، يقدر يمشي يروح ويجي بكيفه، لانه والله شنو انا مسافر جديد ويطلع حد يكسر الحظر ويطلع، ماكو هيك شيء يا اخوان. اللي يجي مسافر جديد، يعني انت مثلا جيت، يعني اليوم وصلت، انت مثلا اليوم كان حظر، مثلا يعني هو الحظر سعد السبت ولا حد، مثلا انت جيت بيوم الحظر، الشرطي ما يحاسبك من يوقفك بالشارع وشافك جديد وشايل الجنطه وياك، ما راح يحاسبك، يخليك تروح للمكان اللي انت متوجه به. شنو المكان المتوجه به؟ على فندق، على شقتك مثلا، يعني يم صديق، ما يحاسبك. بس في حالة انه انت والله انا لانه جاي مسافر جديد وتطلع تفتار وتروح ليم البحر وتروح الاسواق بكيفك تظل مفتار، لا والله يحاسبوك، ماكو هيك شيء. يعني مجرد انه انت بس تدخل تركيا، فقط دخلت تركيا وجنطة بيدك، الك حق تمشي تروح بيها للفندق، تروح للشقة مالتك، هذا القصد. زين، هاي واحدة من المعلومات اللي اكثر العالم تسألني، يقول لك والله انا عندي جواز وافتر بكيفي، ماكو هيك شيء. انت تجي استوك داخل تركيا شايل جنطتك، تقدر تروح فندقك شقتك لا اكثر ولا اقل. الحظر ينفتح جزئي، هو طبعا السبت والاحد من 10 للـ5، حركه السيارات ما كان ماشيه على الاقدام بالمناطق القريبه، المحلات كلها معزله، فقط مثلا الاسواق الماركتات مفتحه لغرض انه انت تروح تتسوق، تاخذ مثلا صمون، تاخذ شغله خبز لا اكثر ولا اقل. اكو مطاعم خاصه بس للدليفري، مو يعني مو انت مثلا والله انا لانه مسافر خلي اطلع اروح على البحر واروح افطر بكيفي، ماكو هاي الشغله، فهاي انتبهون عليها. زين، هاي من ضمن الملاحظات اللي كانت على الفيديو اللي خاص بالمطار اللي شوي الصوت مالته مو واضح. هسه احنا دخلنا من تشيفك رجعنا، مثل ما قلت لكم هاي الفرع مال شركه توك تيليكوم مقابلي صارت، يعني هسه صارت بظهري. فتيجي تدخل راح تصير على اليمين، هنا اكو محلات خاصه، مثلا شفتها ب 10 ليرات بجايم، مثلا هاي ب 10 ليرات بجايم، هاي نوعيه ب 15 ليره، هم محلات يعني هاي شغلات خاصه، وتمشي مسافه. هنا محل موبايلات ابو علاء السوري، الولد ابو علاء السوري، هذا محل موبايلات مقابيله تقريبا، مقابيله هو هذا المحل المفروشات. شخص ولد اسمه بسام العراقي، هذا المحل معزز، هذا هو المحل. ان شاء الله اي استفسار انا حاضر لكم، رقم التليفون بواتساب وفايبر وايمو وتليجرام بالتعليقات ما ارد عليكم، ان شاء الله ما اقصر ويا اي واحد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.